نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. رئيس حركة النهضة يؤكد خلال لقاء رئيس الجمهورية تمسك الحركة بسياسة الحوار والتوافق ودعمها للاستقرار الحكومي. الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة تتدرس في اجتماعها الحسم في مسألة الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية. ووفد وزاري في الروحية يعاين الأضرار التي ألحقها تساقط البرد بالأشجار المثمرة، ويعلن جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين المتضررين. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. الأوضاع السياسية والاجتماعية كانت محور اللقاء الذي جمع مساء اليوم رئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي أكد مساندة الحركة للاستقرار الحكومي والتزامها بالتوافق. رئيس الدولة أكد على احترامه لكل الآراء، وأنه بعيد عن كل إقصاء، وأن البلاد تحتاج إلى الجميع ويحترم آراء الجميع. أكدت بأن البلاد وهي تتجه إلى سنة انتخابية، بل التحضيرات للانتخابات القادمة بدأت. أكدت أن هذا يقتضي استقرارا حكوميا واستقرارا سياسيا واتجاه البلاد نحو هذا الهدف العام، حتى نستكمل ديمقراطيتنا. البلاد تحتاج إلى محكمة دستورية، تحتاج إلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وكل ذلك يقتضي توافقات بيننا وبين النداء، بيننا وبين كل الكتل. نحن نعتبر أن علاقتنا بالنداء مستمرة في إطار التوافق، وأن البلاد تحتاج إلى هذا بعيدا عن كل تمحورات وكل استقطابات. البلاد تحتاج إلى الجميع. تنعقد بالحمامات الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في جملة من المسائل، على رأسها ملف المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة بجانبيها المالي والترتيبي وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية. وسيتم اليوم الحسم في مسألة الإضراب في القطاع العام الذي كان قد طرح بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية. وحسب الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطهري، فإن الإضراب في حال إقراره سيكون جزئياً. ما تزال أشغال الهيئة الوطنية الإدارية للمنظمة الشغيلة تجري بياسمين الحمامات، هيئة طرحت عددا من الملفات الساخنة للنقاش، ومنها توصية مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية بتنفيذ إضراب عام. المجمع الوظيفة العمومية ومجمع القطاع العام كان اجتمع منذ أسبوعين وقيم للمفاوضات متعطلة، وقيم اللي ثم تلكؤ ومحاولة لربح الوقت من قبل الحكومة، اللي دعا إلى أنهم يتخذوا توصية سرفعها اليوم للهيئة الإدارية، وبدأ بعض النقاش فيها حول وجوب استعمال حقنا الدستوري في الدفاع على حقوق العمال في زيادات، على الأقل تعدل ما تم من تدهور في المقدرة الشرائية نتاعهم نتيجة التهاب الأسعار. وإحنا ما عندناش إضراب العام، وهذه هي أيضا مغالطة ودارت في بعض وسائل الإعلام، وللأسف كان يجب توضيحها من البداية من جهات مختلفة، وإحنا وضحناها منذ الأول أنه هو إضراب في القطاع العام، توصية للإضراب في القطاع العام وتوصية في إضراب الوظيفة العمومية، ومش بالضرورة يتزامنوا في نفس الوقت، فبالتالي ما عندناش إضراب العام. الوضع العام طرح للتباحث في جدول أعمال هذه الهيئة وللنقاش في سبل الخروج من أزمته، سيما سياسيا، وذلك نتيجة عديد التجاذبات وعجز الحكومة عن مجاراته، كما جاء على لسان سامي طاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام. اليوم تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام تونس الشغل، هيئة إدارية مهمة في ظرف صعيب، ظرف فيه أزمة سياسية تعاني فيها تونس منذ مدة، أزمة سياسية ناتجة على عديد من التجاذبات، ناتجة على عجز حكومي، وهذا باش يكون المحور الأول الوضع العام للهيئة الإدارية، واللي
باش يقع فيها النقاش حول هذا الوضع وسبل الخروج منه. وأعتقد أن البلاد هي في حاجة ماسة إلى اتفاق وإلى وضع اجتماعي. هذا أعتقد أن الهيئة الإدارية بهذه المعطيات يعني لديها قناعة راسخة بأن الحكومة غير جادة في التعاطي مع مقترحات الاتحاد في كل الملفات، وبالتالي سيكون رد الهيئة الإدارية في تقديري رد يعني يتناغم مع هذا الموقف الحكومي الرافض لمفاوضات جدية في جميع الملفات، صناديق الاجتماعية، القطاع العام، المفاوضات الاجتماعية، الملفات القطاعية على غرار ملف التعليم الثانوي والملفات الأخرى، القطاعات الأخرى، كل هذا سيكون يعني فيه رد واضح وصريح وصارم من الهيئة الإدارية الوطنية. ما أثمرته المفاوضات في القطاع الخاص لم ينسحب على القطاع العام والوظيفة العمومية، إذ لم يلتمس الاتحاد تقدما مع الطرف الحكومي، ما جعل مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية يرفعان توصية بوجوب تنفيذ الإضراب، إضراب يبدو حسب بعض التسريبات سيحرز موافقة الأغلبية لتبقى الإجراءات الترتيبية له قيد الانتظار. نشير إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل ما زالت متواصلة، والأكيد أن ما ستخرج به من قرارات ستواكبونها في نشراتنا القادمة. إذن في موضوع آخر، بعد الأضرار التي ألحقها تساقط البرد على المحاصيل والأشجار المثمرة وإتلاف كميات كبيرة من المنتوج بمعتمدية روحية من ولاية سليانة، قام وفد وزاري بزيارة المنطقة ومعاينة الأضرار التي لحقت بالفلاحين، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات. أضرار جسيمة خلفها تساقط البرد بعدد من مناطق معتمدية الروحية من ولاية سليانة مطلع الشهر الجاري، أضرار ألقت بظلالها على الفلاحين خاصة مع المديونية الخانقة التي يعيشها أغلبهم وتضرر المحاصيل والأشجار ونفوق عدد من المواشي. نسبة الأضرار فوق 100%، نسبة الغراسات فوق 200%، أضرار معناها شجرة مش ماتت معناها. نحن نطالبوا معناتها بالدولة باش تعاوننا شوية في الشباك في التعويض، شوفنا وضعية الأسيرانس الانجراف. راك تشبك لي وتعاوني وتعمل لي بحيرات وتسجر لي الجبل اللي باش تحميها علي، فهمتني؟ أروا ذاك هو الدعم الصحيح. الحقيقة اللي صارت في الروحية في المدة الأخرانية هي متاع 400 هكتار، اللي صاروا في الروحية وممتون في 21 ماي قرابة 380 هكتار، خلافا إلى عدة معتمديات منها الكريب، منها برقو، منها سليانة الجنوبية، ومنها سيدي برويس. يعني الحقيقة عدة مناطق، لكن الكارثة اللي صارت في الروحية يعني لا مثيل لها. تساقط البرد والأمطار أدى كذلك إلى أضرار كبيرة على مستوى المسالك الفلاحية وعدد من الطرقات، فيما اجتاحت المياه والأوحال بعض المساكن. وهذا الروحية هذية معناها في الأحواز متاع الروحية، ووقت اللي يصير فيضان تبقى 70-80% من المناطق في عزلة مقارنة بالروحية، وهما سبب حالة وفاة وحالة القطاع على الدراسة. وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب أكد خلال زيارة إلى الجهة اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين المتضررين. من جهته أكد وزير التجهيز والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي العمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بالمسالك الفلاحية. الإسراع في إسناد تسبقة في دار تعويض الفلاحين، العمل على اقتناء الشبكات، الشباك الواقية للفلاحة بشروط ميسرة في ظرف شهر 3 أشهر، تنظيم حملة مداوات للضيعات المتضررة، القيام بإجراءات استثنائية مع البنك الفلاحي وبنك التضامن التونسي باش نسهلوا على الفلاحة ونيسروا لهم في القروض أولا، وعلى ذمتهم قروض موسمية، ولكن ثانيا جدولة القروض السابقة. ثم بطبيعة الحال سيتم تدعيم برنامج مقاومة الانجراف سنة 19 و20، كيف النظر في مسألة حماية مصابات الأودية اللي تطرح مشكلة وإنشاء بحيرات جبلية. إجراءات خاصة منها مسلكين، معناها طول الأولى 25 كيلومتر تقريبا والثانية 20 كيلومتر، هناك ثلاث جسور كبيرة وكبيرة جدا، يعني كانت في وضعية ما هيش مقبولة، وستنطلق الدراسة بخصوصها. وكذلك كإجراء ثالث هو في الحين حيني هو توفير تقريبا اعتمادات 600 ألف دينار لإنجاز بعض المنشآت على بعض الأودية. وقد طالب عدد من الفلاحين خلال لقائهم الوفد الوزاري بالتسريع في تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وتوفير الشباك الواقية تحسبا لأي أضرار، خاصة وأن المنطقة قد شهدت في ماي الفار تساقط كميات من البرد أدت إلى أضرار كبيرة بالمحاصيل الفلاحية.
وكانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية محور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار. تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مشاغل الفلاحين والبحارة وسبل تحسين ظروف عيشهم وملامح قانون المالية للسنة المقبلة. المصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية كانت من أبرز محاور اجتماع مجلس الوزراء الذي أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة، كما استعرض جملة من البيانات تهم بالأساس الوضع الاجتماعي والخارطة الصحية والتشغيل. 7 من مشاريع القوانين تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي، وعلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء السكنية وإدماجها. كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. حزمة من الأوامر الحكومية في عديد المجالات تمت المصادقة عليها أيضا تتعلق بضبط الحدود الترابية لبلديات بشلي جرسين البليدات بولاية قبلي وبير لحفي والمنصورة ومنزل بوزيان وجلمة من ولاية سيدي بوزيد. وصدق مجلس الوزراء على 3 بيانات تهم الوضع الاجتماعي والخارطة الصحية وخطة وزارة الصحة في مجال توفير الأدوية واليقظة الصحية. تترأس تونس أشغال المجلس الاستشاري لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي ينتظم بالعاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة 35 دولة لتدارس التحديات الاقتصادية والاجتماعية المفروضة على دول المنطقة. التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، لقاء عالمي تترأسه دولة تونس بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري. المهم وقدرة كل من التأثير على مؤسساتنا من أجل خلق فرص للجميع والعمل على التغلب واجتياز العقاب. كما طالب العذاري بالاستمرار على نهج الحوار حيث أنه الطريق الوحيد للتغلب على المخاوف المشتركة. نظرا للظروف التي نتقاسمها جميعا فاننا في امس الحاجه للحوار، نواجه مخاطر في الطاقه والامن ولا يمكن التصدي لهذه المخاوف انفراديا. شارك ايضا في اللقاء رئيس الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه سمير ماجول وشيانا مارغاريدا المتحدثه باسم الوزاره الصناعيه الاسبانيه. إن اجتماعنا اليوم يعرب عن الرغبة في التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل إجراء إصلاحات لتحسين منطقتنا وتعزيز تنظيم الشركات الخاصة والعامة. وزارتنا تحاول تقديم الدعم الكامل للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم من أجل تسهيل دخولها في الأسواق الخارجية. وسيلتقي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كاتب الدولة الإسبانية لشؤون التعاون الدولي خوان بابلو دي لا إغليسيا من أجل الاستمرار على تطوير العلاقات الاستثمارية بين الدولتين والعمل على الأهداف المشتركة. يومين من نشاطات مستمرة والتي تلعب فيها دولة تونس دور هام من أجل تفعيل الحوار بين المشتركين ولدعم العلاقات بين الشركات الخاصة والعامة. علي المجاول للقناة الوطنية مدريد. تستضيف العاصمة الكورية سيول المؤتمر الدولي للبنية التحتية، ويهدف هذا المؤتمر إلى عرض المستجدات في مجال البنية التحتية الحضرية وتباحث حول سبل دفع التعاون في مجال الطرقات والمطارات والسكك الحديدية. العاصمة الكورية سيول تستضيف المؤتمر الدولي للبنية التحتية بحضور ممثلين عن الحكومات وقطاع البناء والإنشاء من مختلف أنحاء العالم وبمشاركة وفد تونسي يترأسه وزير النقل رضوان عيارة. قادمين على مشاريع كبرى من قبيل مطار جديد إن شاء الله بيكون في أحواز تونس وميناء جديد بمواصفات عالمية في ولاية سوسة بنفيذة
طبيعي الجانب الكوري نعتقد عنده رغبة في تنمية العلاقات في الجانب هذا. نحن علاقاتنا عريقة منذ 1969، الجانب الكوري كان جيد جدا في مجالات تهم وزارة الفلاحة، التعليم العالي، أملاك الدولة، البيئة بالأساس. وترمي الحكومة الكورية من تنظيم المؤتمر إلى الارتقاء بشراكاتها مع دول العالم في مجالات البنية التحتية وخصوصا المدن الذكية وقطاعات النقل والاتصالات والطاقة. لدينا خبرة طويلة وناجحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثلا في الكويت والجزائر، وذلك يمكننا من التوسع لبلدان جديدة. نعلم أن تونس تتمتع بموقع جغرافي مميز، ويمكن لها الاستفادة من إعادة هيكلة بنيتها التحتية بأحدث الأساليب العلمية العصرية. ويشمل التعاون التونسي الكوري تطبيقات علمية لإدارة البيانات العامة وتطوير الكفاءة الإدارية، تعاون مرشح للتوسع نحو بناء مدن ذكية وشبكات للمواصلات تحقق شروط التنمية المستدامة ونقل المعرفة للكوادر التونسية. مع سعي الجمهورية التونسية لتحقيق نقلة نوعية في بنيتها التحتية، تأتي مشاركة وزير النقل في المؤتمر الحالي لتلقي الضوء على الموقع الاستراتيجي لتونس كبوابة استثمارية تسمح أيضا بتحقيق تعاون فني وتقني على مستوى دولي. نجيب الخش، التلفزة الوطنية التونسية من سيئول. بدأت اليوم فعالية ورشة العمل شبه الإقليمية لتنفيذ خريطة طريق حول الهدف الرابع للأمم المتحدة للتنمية المستدامة الخاص بالتربية التي ينظمها مكتب اليونسكو بالرباط. ضمان التعليم الجيد منصف وشامل للجميع فضلا عن تعزيز فرص التعليم مدى الحياة تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للتعليم، والتي تمت مناقشتها اليوم في الملتقى شبه الإقليمي الذي خصص للنظر في الهدف الرابع لهذه الخطة. احنا نقدم الدعم الفني للدول مشان انه يخرطوا هذه الأهداف بالخطة، خطة التطوير التعليم في كل دولة. وطبعا هذه الأهداف يعني كانت موجودة سابقا وتم تحيينها وتطويرها والعمل عليها في الهدف الرابع. تنمية مهارات المعلمين والمعلمات، عدم تساوي في الفرص في المدرسة، هناك تقريبا أكثر من 265 مليون طفل خارج أسوار المدرسة، وهذا يولد بطبيعة الحال مشاكل كبيرة على المستوى التنموي والاجتماعي. إذن الاستثمار في التعليم، الاستثمار في التربية هو استثمار من أجل إنقاذ أجيال كاملة. وزير التربية حاتم بن سالم شدد على تحقيق التنمية المستدامة في التعليم الذي يستند وجوبا إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي واحترام البيئة. وفي هذا السياق أعلن وزير التربية عن مشروع مدرسة الفرصة الثانية الذي سيكون جاهزا الصيف المقبل على حد قوله. نحبوا التلامذة اللي ما حبوش المدرسة واللي ما لقاوش رواحهم في المدارس وفي المنظومة التربوية واللي نفروها واللي خرجوا من المنظومة هذه واللي هما اليوم بعشرات الآلاف، نعطيهم فرصة أخرى، مش فرصة تربوية فحسب، لكن أيضا فرصة مهنية. الآن أربعة مدارس، مدرسة في تونس، مدرسة في الشمال الغربي، مدرسة في الوسط، ومدرسة في الجنوب. وخلال هذا الملتقى شبه الإقليمي حول تنفيذ الهدف الرابع للتنمية المستدامة للتعليم، تعهد وزير التربية بالتصدي للظواهر السلبية التي تشهدها بعض المؤسسات التربوية في وقت تطمح فيه الوزارة إلى عقد شراكات مع المنظمات الدولية وشركائها الاجتماعيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بجودة التعليم. وتمثل فضاءات التدريس المدرسية الموازية والنوادي الخاصة ضرورة للكثير من العائلات، غير أن إثقال كاهل التلميذ بالدروس في هذه الفضاءات وعدم موازاتها بالترفيه تكون عادة لها تأثيرات سلبية. يتلقى التلاميذ في المرحلة الابتدائية جملة من المعارف والمعلومات الأساسية طيلة ساعات الدرس حسب كل مادة، لكن أغلبهم يتلقى معارف أخرى وتكوينا موازيا في إطار نوادي خاصة يحرص عدد من الأولياء على التحاق أبنائهم بها للحصول على معدلات ممتازة حسب اعتقادهم. النوادي تعاون النتيجة به، أما يكون نادي على قاعدة صحيحة. وأنا ضد أنه صغير يعدي
فتره طويله في المدرسه وبعد زيد يعدي بريسك نفس الوقت يعدي في الحضانه يقلق الصغير. اذا هو يقرا 6 سوايع في المدرسه وقارد ويروح للدار الولي لازم باش يراجع لصغيره شويه برشا وقتاش باش يرتاح زاد التلميذ. في المقابل يسعى اصحاب النوادي الخاصه الى ابهار الاولياء والتلاميذ من خلال تزويق هذه النوادي واخراجها في ابها حله وتكوين التلاميذ في اختصاصات اخرى دون ما مراعاة احيانا لطاقه استيعاب التلميذ وقدرته على التركيز. في المدرسه تفي بالغرض مع شويه دعم ما نضغطوش برشا على التلميذ، الضغط برشا برشا يولي افراط في وصغير يفد. نقسم الاطفال الى 3 مجموعات، مجموعه ترغيب المطالعه كما قلت لك الحكواتي هذايا القيلوله دائما هكا، ومجموعه النوادي الاختصاص، ومجموعه يعملوا شنو يحبوا. المراجعه تبتدئ من الساعه 3. التلميذ بين 45 دقيقه 50 دقيقه سيء، يعني نورمالمون ما عادش ينجم يستوعب بكيفيه باهيه هيك. يعني وقت اللي الصغير يكون مضغوط برشا ما عادش باش يكون شارح على القرايه. يلزم على قد ما عنده في حياته دراسه بمعنى تعلم، على قد ما يكون عنده في حياته زيادة مجال للنشاطات خارج الدراسة. قد يلجأ الولي للحضانة المدرسية والنوادي الخاصة كرها وليس طوعا، غير أنه لا بد من أحكام توزيع وقت التلميذ بين الدراسة والتفرغ للحياة العائلية والاجتماعية. نبقى مع الطفل إذ تم اليوم إطلاق الاستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 2017-2021 من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنمية الطفولة المبكرة وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية في مجال الطفولة المبكرة وتجويد الخدمات لفائدتهم. تمثل مرحلة الطفولة المبكرة خاصة الألف يوم الأولى من عمر الطفل أهم مرحلة نمو، حيث تتحدد من خلالها الملامح الكبرى لشخصية الفرد. من هنا انطلقت فكرة إنشاء الاستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة لسنة 2017-2021، والتي تعمل على تكريس حق كل طفل وبصفة عادلة في التمتع بخدمات مندمجة للتنمية الجسدية والمعرفية والحركية والاجتماعية، وذلك في إطار مشترك متناغم. نخدم على الحاجات المتعلقه بالطفل كما قلت لك من سن من مرحله الحمل حتى سن 8 سنوات. كي نقولوا الحاجات هي حاجيات في الخدمات المندمجه في قطاع الطفوله المبكره اللي هي تغطي مجالات التربيه، الصحه، الحمايه والحمايه الاجتماعيه والتربيه الوالديه. الحاجيات بتبيعها هذه باش تكون يعني وقائيه حمائيه وذات جوده. تقريبا كل القطاعات، وزاره الشؤون الدينيه كما ريناها، وزاره الصحه، وزاره التربيه، وزاره العدل، وزاره الثقافه، معناها تم كل القطاعات واللي تمت المصادقة عليها خلال مجلس وزاري. إذن اليوم هي معناها قاعدة نافذة المفعول. احنا خدمنا بالنسبة للكتاب، خدمنا على حاجات بيداغوجية. احنا الكتاب ما عادش راهو بالمفهوم التقليدي يحفظ القرآن صحيح، لكن مش القرآن برك. نحن الوليداتنا يتعلموا القرآن وهم يلعبوا. وقد تم إنجاز هذه الاستراتيجية من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبمشاركة 10 وزارات ومجتمع مدني وبالتعاون مع البنك الدولي ومكتب منظمة اليونيسف بتونس، الذين أجمعوا على أن تنمية ورعاية الطفولة المبكرة هو استثمار مهم في العنصر البشري. من المهم جدا أن تنجز تونس مثل هذه الاستراتيجيات لتنمية مستقبل هؤلاء الأطفال لتكون من الاقتصاديات الفاعلة في المستقبل. إن استثمرنا في الطفل في هذه المرحلة العمرية في ظروف ممتازة فسينهض في المستقبل باقتصاد بلاده. ويذكر أن هذه الاستراتيجية قد ارتكزت على استشارات جهوية وأخرى محلية بهدف مزيد التعمق في تحديد احتياجات الطفل في تلك المرحلة. دخل اليوم الأطباء الداخليون المتعاقدون وعددهم قرابة 500 طبيب في إضراب عام حضوري بثلاثة أيام، وذلك على خلفية ما وصفوه بمماطلة وزارة الصحة في خلاص أجورهم منذ 6 أشهر موعد انتدابهم صلب 4 مستشفيات. من جهتها أكدت المديرة العامة للصحة نبيها برصالي فلفول أن هذا التأخير في صرف الأجور مرده عملية إتمام الإجراءات وأيضا التثبت من الملفات حالة بحالة نظرا لعدم مباشرة البعض من هؤلاء الأطباء المتعاقدين لعملهم على حد تعبيرها.
وزارة الصحة حلت 500 بوست تاع أطباء داخلين متعاقدين مقسمين على تونس، سوسة، مستير وصفاقس. 500 هذوما توا بدينا من أفريل، توا 6 أشهر ما خلصناش فيهم، مازلنا لتوا عملنا حطينا إعلام بإضراب من آخر أوت. إذا كان ما نخلصوش في سبتمبر باش ندخلوا في إضراب لمدة 3 أيامات. ماخذين بيجي سبيسيفيك على خاطر ماهمش يخلصوا كيما الآخرين، دونك حتى لين يخلطوا الأوراق نتاعهم الكل يتلموا. صار توخير في الجمعة الأخرانية بكل فاليداسيون تاع الشهري نتاعهم وتسيبت الشهري. وفي الريسورس هيومان نتاعنا في الاداره اكدوا لهم اللي بديت قاعدين يخلصوا في رمزور، وبلو تار معناتها نهار الاثنين جاي تكون كلهم خلصوا ان شاء الله. هما توا 500 واحد، اما فيهم برشا اللي ما التحقوش، هذاك علاش زاد ناخذوا احنا شويه وقت. تسببت الأمطار الغزيرة في معتمدية نفيذة من ولاية سوسة في انهيار عدة أجزاء من سقف مطار نفيذ الحمامات الدولي. ولمزيد التفاصيل معنا عبر الهاتف جلال شوشان مدير الاتصال بشركة طاف تونس. إذن سيد جلال، ما هي أسباب حادث انهيار أجزاء من سقف المطار وما هي تداعياته على حركة المسافرين؟ هو الأمطار الطوفانية اللي سجلناها اليوم على مستوى مطار نفيذ الحمامات الدولي كانت قياسية بكل المعايير، لأنه سجلنا حسب المعطيات اللي توفرت لدينا 36 ملليمتر في حوالي 10 دقائق، دونك كمية مهولة من المياه، غزارة كبيرة ساقطت على المنطقة بما فيها المطار، مما تسبب في تسرب كميات هامة نسبيا إلى أجزاء مختلفة من المطار، وأدت إلى سقوط أجزاء صغيرة من السقف في أماكن متعددة، أجزاء صغيرة لأن هذه الأجزاء اللي يعبروا عليها فوق لفوق مصنوعة من الجبس تشبعت بالمياه المتراكمة في السطح فسقطت أرضا دون أن تتسبب ولله الحمد في أي أضرار بشرية. نعم، على كل مشكل البنية التحتية دائما ما يطرح في تونس خلال نزول الأمطار. على كل شكر لك سيد جلال شوشان مدير الاتصال بشركة طاف تونس. تسلم رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي اليوم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد بتونس لبلدان شقيقة وصديقة، وهي باكستان والسنغال وإسبانيا وهولندا وزيمبابوي وألبانيا. وقد حضر الموكب وزير الشؤون الخارجية خميس الجناوية. استمعت لجنة الحقوق والحريات إلى مفوضية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بخصوص جملة من مشاريع القوانين والإجراءات. تعد هذه الزيارة الأولى حيث لم يسبق لتونس المشاركة في أشغال المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان. كما تعرفت لجنة الحقوق والحريات على عدد من الاتفاقيات الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان. دوليا، وفي ضواحي العاصمة الليبية طرابلس تتواصل الاشتباكات المسلحة في خرق لهدنة وقف إطلاق النار لليوم الثاني على توالية. وقد جددت بعثة الأمم المتحدة دعوتها الفصائل المسلحة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. من جهة أخرى، كشف بيان للمنظمة الدولية للهجرة عن نزوح ما يقارب 20,000 شخص من المناطق المتضررة جراء الاشتباكات الأخيرة في جنوب العاصمة طرابلس، والتي خلفت 78 قتيلا وأكثر من 300 جريحا. وعن آخر مسجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد طفل فلسطيني وأصيب 20 آخرون بالرصاص أثناء مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة دير البلح شمال قطاع غزة.
هكذا ودع أهلي غزة الطفل الفلسطيني مؤمن إبراهيم ذي 15 ربيعا من حي البرازيل شرق مدينة رفح الذي استشهد عقب إصابته برصاصة في الرأس أطلق عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجده في مخيم مسيرة العودة شرق المدينة، كما أصيب 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الحدودي شرق مدينة دير البلح ووسط قطاع غزة خلال مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال. كما تحدثت مصادر إعلامية عن إصابة مواطنين اثنين برصاص جنود الاحتلال شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أصيب 12 آخرون بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع في منطقة أبو صفية قرب الشريط الحدودي شرق بلدة جباليا شمال القطاع. ومن جهة أخرى شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 6 فلسطينيين خلال اقتحام ومداهمة عدد من المنازل في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. بالتوازي مع ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وسط محاولات متكررة ومشبوهة لأداء طقوس وصلوات تلمودية، خاصة في منطقة باب الرحمة بين المصلى المرواني وباب الأصباط داخل الأقصى. في أخبار الرياضة، سيكون الملعب الأولمبي بسوسة عشية غد على موعد مع قمة تونسية خالصة عندما يستقبل نجم الرياضي الساحلي ضيفه ترجي في إياب ربع نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث يسعى صاحب الضيافة إلى تدارك هزيمة الذهاب بهدفين لهدف وتحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي، فيما يسعى ترجي للمحافظة على تقدمه والعودة بورقة التأهل من سوسة. ارتقى المنتخب التونسي مرتبة واحدة في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليصبح في المركز 23 محتفظا بصدارته القارية ومتقدما على السنغال والكونغو الديمقراطية والمغرب ونيجيريا والكاميرون. في المقابل، صعد المنتخب البلجيكي مركزا واحدا ليلتحق بنظيره الفرنسي في الصدارة العالمية أمام كل من البرازيل وكرواتيا والأوروغواي. نختم بكرة القدم العالمية، إذ وضع بوكا جونيورز الأرجنتيني قدما في نصف نهائي مسابقة كأس ليبرتادورس فيما انهزم ديبورتيفو كاراكاس الفنزويلي على أرضه في ثمن نهائي كأس أندية أمريكا الجنوبية. حقق بوكا جونيورز الأرجنتيني المهم لينجح في انتزاع انتصار استقر على هدفين نظيفين في شباك ضيفه كروزيرو البرازيلي في ذهاب ربع نهائي كأس ليبرتادوريس، يضع بذلك قدما في المربع الذهبي للمسابقة. فبمعقله لابامبونيرا تمكن صاحب الضيافة من افتتاح التسجيل منذ دقيقة 36 عبر مارو زاراتي، قبل أن يضيف زميله بابلو بيريس الهدف الثاني في الدقيقة 82 ليحقق البوكا بهذه النتيجة انتصارا مهما قبل المواجهة المحلية بالسوبر كلاسيكو الأحد القادم ضد غريمه الأزلي ريفر بليت، فيما سيكون كروزيرو مطالبا بتسجيل 3 أهداف في مواجهة العودة حتى يعبر للدور القادم. وفي مواجهة أخرى سجل تألقا لافتا لحارسي مرمى الفريقين حسم التعادل دون أهداف النتيجة بين إنديبندينتي الأرجنتيني وموطني ريفر بليت لتأجل الحسم إلى لقاء العودة. وإلى مسابقة كأس أندية أمريكا الجنوبية كوبا سوداميريكانا، حيث انتزع ديبورتيفو كالي الكولومبية ورقة العبور نحو ربع نهائي أثر تغلبه بركلات ترجيح 3-1 على ضيفه ليغا ديكيتو الإكوادوري في إياب ثمن النهائي الذي انتهى على تفوق أصحاب الأرض بهدف دون مقابل، وهي النتيجة نفسها التي حسمت مواجهة الإياب بملعب لكاسابلانكا لفائدة المنافسة. في المقابل، حقق أتلتيكو بارانينزي البرازيلي فوزا ثمينا خارج الديار من خلال هدفين نظيفين أمام مضيفه كاراكاس الفنزويلي، حمل توقيع اللاعب رافائيل فايغا في الدقيقتين 42 و73. إلى التذكير بالعناوين، رئيس حركة النهضة يؤكد خلال لقاء رئيس الجمهورية تمسك الحركة بسياسة الحوار والتوافق ودعمها للاستقرار الحكومي. الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة تتدرس في اجتماعها الحسم في مسألة الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية. ووفد وزاري في الروحية يعاين الأضرار التي ألحقها تساقط البلد بالأشجار المثمرة ويعلن جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين المتضررين بالجهة.
وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في بوان تي ان. بقية متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.